محليا شهدت عدن ومأرب وصنعاء وإب وتعز تظاهرات غاضبة حمل المشاركون فيها الأعلام الفلسطينية ورددوا الهتافات المنددة بجرائم الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني. المتظاهرون طالبوا الدول العربية بالتحرك لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني والوقوف إلى جانب مطالبه المشروعة لاستعادة بلاده من يد الاحتلال الغاصب. وأدان المتظاهرون خذلان القادة العرب وصمت المجتمع الدولي على جرائم الإبادة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق سكان غزة الفلسطينية. لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ينضم معي عبر الهاتف الصحفي عبد العالم بجاش. مرحبا بك سيد عالم. بداية، تظاهرات في تعز ومأرب وإب وصنعاء وعدة محافظات، صف لنا المشهد ومظاهر الغضب لدى الشعب اليمني. نعم، هذه المظاهرات انطلقت بشكل عفوي في عدد من المدن اليمنية، أبرزها تعز ومأرب وصنعاء والمهرة والضالع وإب ومحافظات أخرى. هذه المظاهرات العفوية نددت بمجزرة الكيان العنصري الصهيوني التي ارتكبتها قوات الاحتلال في غزة، وهي أيضا عبرت عن أن الشعب اليمني شعب حي وأن قدرته على وأنه لم يفقد القدرة على التمييز رغم تعرضه لجرائم إبادة مماثلة طيلة 9 سنوات من الحرب الحوثية الغاشمة على الشعب اليمني من جانب حركة موازية للكيان الصهيوني. هذا التفاعل والتضامن الشعبي اليمني الذي شاهدناه منذ البارحة وحتى اليوم، اليوم كان هناك مظاهرات في عدة مناطق في محافظة تعز وفي كثير من المحافظات بينها الضالع والمهرة ومأرب ومحافظات أخرى. قوة هذه التظاهرات في أنها عفوية وتبعث رسالة من الشعوب بأن الشعوب لا تزال حية وأن الشعوب ترفض جرائم التطهير العرقي وجرائم الإبادة التي تمارسها في الغالب كيانات عنصرية كالحركة الصهيونية وكالحركة الحوثية. نعم، ما هي رسالة الشعب اليمني من هذا الخروج وهل له تأثير في ظل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة؟ نعم، السخط الذي تبديه الشعوب ومنها الشعب اليمني لا شك أنه سيعمل على تغيير المواقف العربية والدولية باتجاه رفض المخطط الصهيوني الأمريكي الهادف إلى تهجير الفلسطينيين من غزة باتجاه مصر، وأيضا هذا التنديد بالموقف الأمريكي أو الغطاء الأمريكي الممنوح للصهاينة لاقتراف جرائم إبادة هدفها النهائي تهجير الشعب الفلسطيني باتجاه مصر. مواقف الشعوب، التظاهرات التي تحدث في اليمن وفي دول المنطقة، الكويت، مصر ومختلف الدول، لا شك أنها ستؤثر في النتيجة النهائية على الرغم أن العدوان الإسرائيلي مستمر ويواصل عملياته، غير أن هذه التظاهرات تكتسب أهمية مضاعفة في اليمن، ذلك أن اليمنيين يواجهون كيانا موازيا وهو الوجه الآخر للكيان الصهيوني، وبالتالي فإن تظاهرات الشعب اليمني خاصة أيضا في مناطق سيطرة الميليشيا ضد جرائم الكيانات العنصرية وغالبا ما تحصل جرائم الإبادة والتطهير العرقي وتقتيتها في الغالب كيانات عنصرية مثل الكيان الصهيوني، وبالتالي فإن رسالة الشعب اليمني كانت واضحة بأن اليمنيين يرفضون جرائم التطهير العرقي وجرائم الإبادة التي يقترفها الكيان الصهيوني. نعم، إذن عبد العالم بجاش كنت معنا، شكرا جزيلا لك.